رشا، مثل ما كنا عم نحكي قديش العمل الإنساني استمر على مدار سنوات طويلة بسوريا، البعض بدأ من السنوات الأولى والبعض حديث العهد. طبعا العمل الإنساني والتطوع يلي صارت هي ثقافة حقيقية عند كثير من الشباب السوري. اكيد، وهذا شيء كثير مهم، وخاصة مثل دائما نقول ضمن الايام اللي عم نعيشها. حلو التشاركي وحلو الواحد يشعر بالطرف الاخر. أكيد خاصة بمؤسسة يمكن توجهت لكافة المحافظات السورية، كان لها بصمة كتير مميزة بالعمل الإنساني وبالمساعدة. أكيد عم نحكي عن مؤسسة سوريا بتجمعنا، رح نسلط الضوء أكيد على عمل هي المؤسسة تحديدا خلال شهر رمضان المبارك مع عضو مجلس أمناء مؤسسة سوريا بتجمعنا السيدة سيزار الصار. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم وكل عام وأنتم بخير. صباح الخير، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. كمان جاي نعيد الفطور، نحن على باب الاعياد. كان الضغط كثير كبير عليكم ضمن الشهر الكريم، وكمان في مناسبات جديده. خلينا نحكي عن الفريق والمهام، كيف تحملتوا هذا الضغط خلال شهر رمضان؟ شهر رمضان هو فرصة أو موسم مثل ما بيقولوا للتكافل الاجتماعي يبين بأبهى صوره. نحن من قبل فترة منيحة منخطط لشهر رمضان للبرامج اللي حتكون موجودة فيه. الحمد لله هي السنة كان ولسه مستمر، لسه بعيد عنا أسبوع. شهر كان كتير كله مليان نشاطات وكانت متميزة ومختلفة يمكن عن السنين الماضية. بيتم العمل على أول شيء بنحضر أنه شو ممكن يصير شيء جديد بهالشهر، شلون ممكن نكون أكثر موجودين مثلا مع أخوتنا بالوطن بكل مكان أو بأكثر من اتجاه. يعني توسعنا عن مفهوم بس الإفطارات أو السحورات، وفتنا على كان في تقديم ألبسة هي السنة، كان في تقديم التوريدات لمطابخ مياتم دور ايتام لحتى يكون عندها مواد عينيه وغذائيه تكفي الشهر كلياته. فكان المفهوم اوسع هي السنه. حمله رمضان بيجمعنا هي صارت مشهوره فيها مؤسسه سوريا بتجمعنا لانه صار لها 10 سنين تقريبا. فكانت هي السنه مفهومها اوسع واحلى، وفعلا كان يعني رمضان كان كثير الحمد لله كان خير اكثر الحمد لله. ان شاء الله يكون وصل لاكبر فئه اللي احنا بنتمنى تكون من خلال هي السنوات الطويله. سيده سيزار، اليوم يعني لامستوا حاجه الناس، لامستوا اليوم شو لازم نقدم اكثر، كيف لازم نغير. بالنسبه لحاله التطوع، هل زادت عند فئه الشباب؟ خلينا اذا بدنا نحدد اكثر عند فئه الشباب، هي زادت بشكل اكبر؟ وشو شفتوا اليوم توجهات هدول الشباب ان كان بتقديم ايد العون بشكل مادي او معنوي او بمشاركات معينه؟ هلا هو صار في وعي اكثر، صار موضوع التطوع هو حاجه اكثر من انه هو تسلايه او تنضايه وقت او هيك. يعني ممكن مثلا كان ما كثير واضح المفهوم. نحن بسوريا بكل شيء مرقنا فيه نحن بحاجه ماسه لموضوع التطوع، لانه هو بشكل يعني اللبنه الاساسيه لتضافر الايدي كلياتها لحتى نقطع هي المرحله الصعبه اللي عم نمر فيها. فهذا الشيء صار يعني صار هذا المفهوم واضح اكثر عند فئه الشباب، لانه يعني الحرب او هالازمه اللي بعد الحرب او الازمه الاقتصاديه اللي عم نمر فيها هي عملت نضج كبير عند فئه من الشباب، فتوجهوا اكثر لموضوع التطوع. في ناس طبعا بيهتموا انه لا انه يكون تطوع بس بالمادة مثلا، في ناس الأكثر بيهتموا أن يكون تطوع بالجهد وبالوقت، وهذا أصعب على فكرة. وهذا هذا اللي ما كنا نلاقيه أكثر من قبل، يعني بالفترات السابقة ببلدنا، هو موضوع أنه يكون في شباب يعطي كل وقت فراغه لا يساعد غيره ويكون طبعا يكون موجود بهالميادين الصعبة كثير. يعني ما شغلة كثير صعبة، ما تفكري انه هيك يعني انه يعني هي كانت انه مفهوم انه تسلاية او جامعات او كذا، بس هي فعلا تحتاج لجهد وتنظيم وجهد كثير يعني كبير. احنا واكبنا كثير جمعيات وافطارات رمضانية، جهد يعني من 10 صباحا للستة مساء وبعد حتى لا تصل الوجبات لكل صايم. حكيتي نقطة كثير مهمة عن الدعم. اليوم اي عمل نجاح، اي عمل مفروض ان كان دعم نفسي، اليوم الدعم المادي، خلينا نحكي عن الدعم المادي، هل عم بيكون في المجتمعات الأهلية دعم مادي لحضرتكم؟ هلا اكيد هي السنه صار في تنسيق يعني عبر محافظه دمشق، مشكورين. كان في دعم للمؤسسات والجمعيات العامله بالمجال الانساني. بالنسبه لسوريا بتجمعنا بتعتمد بشكل اساسي على الاصدقاء المؤسسه الموجودين داخل وخارج الوطن، يعني وبشكل عام
يعني مو بس على مؤسسة سوريا بتجمعنا، صار في توجه لدعم هاي المؤسسات او هاي النشاطات او هاي الجمعيات بشكل اكبر، لانه عم يشوفوا انه لها آثار فاعلة على ارض المجتمع، فتغيرت كمان هاي الفكرة، هذا المفهوم تغير عن قبل بنتيجة الأثر الكبير اللي عم بيحدثه هذا العمل الجماعي المنظم، لما عم بيكون منظم خصوصي بالآونة الأخيرة عم بيحدثه كتير كبير بالمجتمع. نعم، اليوم إذا بدنا نحكي عن فترة العيد شهر رمضان المبارك ونحكي شوية تفاصيل عن المبادرات يلي صارت بعناوين المختلفة، بالنسبة للعيد كمان شو محضرين؟ بالنسبة لنا مثل ما قلت لك، أول شيء بشهر رمضان استعدنا بكفاين في آخر أسبوع، في عم يكون في تقديم ألبسة لأطفال أيتام كسوة كاملة حسب قياساتهم بموجب قوائم مسبقة، عم بيكون في إفطارة بدور الأيتام، عم بيكون في تقديم مواد غذائية عينية بشكل ضخم لدور الأيتام. هلأ بالنسبة لنا ليخلص هذا الأسبوع عنا بالعيد إن شاء الله في توجه لنكون بريف حما بمطبخ أمهات الشهداء كمان لتقديم أغذية ومواد عينية لدعم المطبخ ولنشاركهم نشاطاتهم. بتحاولوا أن تكونوا موجودين بكافة المحافظات، أي جهة بحاجة إن كان ألبسة إن كان سلال غذائية حتى أجهزة التنفس كان لكم دور كمان بتأمينها والحصول عليها، قديه أنتم بتدرسوا الواقع وبتكونوا قريبين يمكن من حاجات الناس وحاجات يمكن الجهات المعينة لحتى تقدروا تأمنوها؟ هو بيكون احنا في عنا خطط دراسات مسبقة، وكمان احنا كتير مرنين وبنحاول انه نواكب اي تطور مثلا بيطرق، مثلا احنا ما كان عنا اي شق طبي، بس وقت هجمة الكورونا الهجمة الكبيرة على البلد يعني، فاضطرينا انه نكون، لانه يعني شفتي صار في للأسف يعني استغلال لموضوع اسطوانات الاكسجين وصار في عبء كتير كبير على المريض الكورونا، فحاولنا امننا عدد كتير كبير من اجهزة توليد الاكسجين لقدمناه بشكل إعارة مجانية بالكامل لمرضى الكورونا، والحمد لله هلأ عم تخلص يعني إن شاء الله يعني موجة الكورونا، فدائما عنا صار في كمان موجة مثلا أزمة غلاء كتير كبيرة على الأدوية، فانطلق مشروع دوائي لتأمين الأدوية بشكل مجاني بالكامل على المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة اللي دائما مضطر كل شهر يأمن أدوية، فدائما عنا مرونة بموضوع مواكبة الحدث اللي هلأ عم يمرق حسب حاجة تمام. الواقع تمام. قدي عددكم سيزار ولو بشكل سريع، عدد الجمعية بشكل عام؟ المؤسسة أعضاء المؤسسة تقريبا نحن يعني في ناس دائمين في ناس بيكونوا يعني بيكونوا موجودين ومو موجودين حسب المحافظة حسب النشاط، يعني تقريبا حوالي 100 شخص تقريبا يعني عدد منيح. حكيتي نقطة مهمة جدا، اليوم قلتي في دعم أصدقاء للمؤسسين داخل سوريا وخارج سوريا، هل هن مغتربين سوريين؟ طبعا في مغتربين سوريين وفي ناس كتير قلبهم على الوطن، وفي ناس مثل ما عم يشتغلوا من جوا بقلب فعلا وعزيمة وهمة ومحبة كتير كبيرة، في ناس كمان برا عم يشتغلوا بمحبة كتير كبيرة. كتير مهم النقطة نضوي دائما فرح أنه حتى المغترب السوري خارج سوريا هو مرتبط اليوم كمان بوجع البلد وب احتياجات بلده أكيد يعني أكيد طبعا، في شرفاء مثل ما في جوا في برا، هذا ما يعني ما بيخلى أبدا الموضوع من هذا، في ناس بس تنزل من برا بتحب تكون معنا على أرض الواقع دغرية بتحب تشارك، أكيد هي الفكرة التطوع بحاجة قلب مخلص بحاجة حدا بيحب فعلا بلده وأهل بلده، ما يكون متزمر مثلا من صعوبات العمل التطوعي، ما يكون يعني هو ميدان صعب أكيد. وخصوصي انه هو تطوعي يعني هو مجاني، هو ما عم ياخذ واحد فائده غير الفائده المعنويه الكبيره اللي هي اسعاد الناس او تخفيف شوي من ألمهم يعني او تخفيف من معاناتهم. عندنا ازمات اقتصاديه كثير كبيره، عندنا غلاء كثير كبير، عندنا يعني عايشين كلياتنا بنفس المجتمع وشايفين هذا يعني اليوم في صعوبات كثير كبيره ان كان مع المواطنين بشكل عام، بالنسبة للعاملين بالجمعية من المتطوعين أو حتى مسؤولين، خلينا نحكي على أبرز الصعوبات اللي ممكن تواجهكم، شو هي الطرق أو الخطط اللي ممكن تكون موضوعة ليمكن أي عقبة ممكن تواجهكم؟ أكيد في صعوبات كتير، صعوبات أوقات بتكون حتى لو كنا بقلب الشام عم نشتغل باعتبار الإدارة العامة للمؤسسة بالشام، في صعوبات بتواجهنا بالسفر، نحن دائما موجودين كل شهر اللي احنا بنكون بمحافظة، الشهر اللي قبل رمضان كنا بدير الزور وكنا بحما وكنا بحمص وكنا بحلب، كل شهر نحن موجودين بمحافظة معينة، ففي صعوبات بالسفر، في صعوبات بالتأمين المواد اللي احنا بناخذها معنا على السفر أو هون بتتقدم مثلا لإخوتنا بالوطن، في صعوبات
الموافقات مثلا في عندنا يعني في بروتوكول معين للحصول على الموافقات، في للقوائم للتواصل مع المستهدفين بالدعم، اكيد في صعوبات كثيره. بعد السفر هي المشكله، هلا صار لنا اسبوع مشان طلعت حما عم ندور، يعني اكيد في صعوبات كثير كبيره مثلنا مثل كل اللي يعني بهالبلد يعني طبعاً. بس في همه كثير كبيره، وفي عندنا يعني دافع كتير قوي لانك انت تنسي كل الصعوبات بس توصلي لعند اي حدا مستهدف بالدعم. ننسى التعب عن جد يعني. ننسى التعب كلياته، وفعلا بتحسي انه اي شيء عملتي هو ولا شيء بس لتوصلي لهالنقطه ولتكوني يمكن الناس اللي نحن اللي بسوريا بتجمعنا بالذات كانت معهم يمكن بيعرفوا كثير منيح نحن اسلوبنا وطريقتنا بوجودنا معهم بمحبتنا الحقيقيه بكيف انه نحن بنكون عم نبني معهم علاقات ابعد من موضوع انه بس مستهدف بالدعم وحدا عم بيقدم مساعده او خدمه معينه، نحن فعلا بنحس انه صرنا جزء من هالاسر وبنفتخر بهالشيء وبنتمنى انه نضل قادرين انه نقدم هذا الشيء دائما. اكيد نحن بدنا نشكرك اكيد سيده سيزار، بنوجه تحيتنا كمان لكل اعضاء المؤسسه من متطوعين حتى مسؤولين، شكر كل شخص قدم او عم بيحاول يقدم لو شيء صغير معنوي جهد تعب او حتى مادي. شكرا لك. شكرا لكم لمو، شكرا دائمه لنشاطات المؤسسه، واكيد تحياتنا لكل اعضاء المؤسسه، ودائما نحن احساسنا بالتعب بيزول بلحظه وقت تحسي انه انت اليوم نتيجة. في نتيجه حلوه، يعني عكس امور كثير بحياتنا بتمرق تعب اخر شيء ما في نتيجه، فاليوم كثير شكرا. يعني نحن بحاجتكم وانتم كمان بحاجه كل الحالات الموجوده لنقدر نكون ايد وحده ضمن هاي الظروف. شكرا لك وصباحك خير على طول. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير سلام. شكرا. اهلا وسهلا.